شهر رمضان ليس شهراً لبرامج الحمية الغذائية، بل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ليس شهراً للتخسيس وإنقاص الوزن أو زيادته أو لإقناعك بفوائده الصحية، وإنما شهر للشعور بالفقراء في حيك، مدينتك ومجتمعك. شهر رمضان ليس شهراً لتقسيم وقتك على عدد المسلسلات، وإنما شهر لتأخذ روحك استراحة وتقف معها وقفة محاسبة عن ما هو فائت. شهر رمضان ليست الغاية منه أن تكون السفرة أو المائدة فيها عشرات الأطباق وعشرات الأصناف من الطعام ومن الشراب، وإنما غايته غاية تقوى وعبادة، وغاية تحفيز الأفراد على بناء مكارم الأخلاق من صدقات وإعانة للفقراء وإطعام الآخرين. شهر رمضان هو شهر لبناء القلوب وتجديد الأرواح وتصفية النفوس والأفكار. اجعلوا رمضان يستهدف أرواحكم ولا يستهدف بطونكم، اجعلوه يستهدف قلوبكم ولا يستهدف ملذاتكم. متعوا أبصاركم بحروف القرآن الكريم ولا تشغلوا أبصاركم بغيرها قبل أن تكون أنت المستهدف بالآية الكريمة: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.